فش فش فيش حرق يا خال شوي يا خال خالدي يا خال اخي خرب بيتك لك شو عم يصير معك الدخلي عم بحكي محل اوه علينا شو بدنا بشوكات رجعنا لنفس السيرة لك سيرة شو لك يخرب بيتك عم علي افوت على شغلك انت لك ترك هيك الله يرضى عليك هيك ما بيجوز من الله اول بشر اخي الله يرزقك والرزق من عالي سما بيعطينا ايه من بده تاني بشر لك هون انت عم هون هون الواحد بيشوي في الشيء هون شو بدنا عم بعصام عم نترزق عم نتسبى بدنا نعيش بدنا ناكل من وحيا وين روحي يا ابني ما عم نقدر نكمل شغلنا جوا شو هالنوال عمي شو بتوصل منه ترك روح دور على رزقتك برات الحارة لك انت عم تقطع رزقنا انت لك كل زمان القهوة عم تضايقوا من دخانك وهي دكانك ابو عصام والخضري مليانة دخان شو هاد لك مضبوط كلام عمي ابو حافي لك حتى الزباين عم تشم ريحة الخضرة والفواكه في الشيء دقت عينكم على رزقتي شو ساوي انا شو ساوي يا عمي قبل ما تنطق فكر شو بدك تحكي لا تفلت لسانك خلص ما لها حل لا إله غير القرنة يلا ليش لا شوف غير القرنة هي مو اسمها دية عين هاي هي اسمها دية عين هاي كل اهل حارة الطبع ما حدا حكاني الا لما رجعت حضرتك بالسلامة طب بسألك ولا هيك لك ابي الله يرضى عليك روح على شغلك انت روح هذا طلع معك تركي هيك بالحق ايه عم بعصام مثل ما سمعت يعني كل اهل الحارة ما حدا حكوني الا انتو عينكم على رزقتي اشهد ان لا اله الا الله ولك تركي احفظ كلامك نحن عيننا على رزقتك خير شوفي ليش طالع صوتك لك تركي وانا شوفي يعني يا عم بعصام بموت ايدك يا خرب بيتك من حالك ولك فشرت نحن ما بنقول لحدا لك عم نحكي معك كلام مدوسك بس انت مخك ما بتفهم اسمعوا لك اللي بيشوروا فيه الكباريه بتنفسه من تمسكه شو بدي نفس يا عم الضابط شو بدي نفس الله وكيلك الله دخيل اسمه خالي الفشه الا دخنه سمني شويه على المي ايه على المي ابو صافي طفى الفحم بالمي قدام الكل قدام الكل سيدي دخلك وتنكه ما بحت عليه مثل الاباوي سيدي ما فتح تمه بكلمه اوف شو صار بعدين سيدي اجى ابو صافي مسك تنكه من ايده وراحوا لوين ما بعرف هذا كل اللي صار ماشي روح شغلكم احترامي سيدي والله طالع منك يا تنكه هلا ابو عصام هيك عمل فيك شو صار بس عم نعمل غياب الحكم والله وكيلك عملنا دايت عينه على رزقتي قال شو دخان الفشه خلقه وما خلى عصام يكفي حلاقه للزبون هذا هو ابو عصام تركي لا تكون عامل لك شي فلطي لا يا حكي هلا كل ما صار شي معي بتقول لي عامل لك شي فلطي عامل لك شي فلطي الله وكيلك من الوقت اللي راح فيه على حاره الطبع وعيني على رزقتي بس ابو عصام الله يسامحه بس دايت عينه على رزقي بعدين تعال اقول لك عقيد يعني من يوم يومي وانا بالحاره وعم بشوي فشه الدخله ما دايت حدا اشمعنى وقت اللي جاب عصام خنقته تركي حاجة قربة وجعلي راسي منها خلص عقيد هم سكتت لما شو صاير له عصام انت عم تقول شو صاير له عقيد الحارة كلها عم بتقول شو صاير له الحارة كلها عم تحكي هيك على عصام ايه عقيد الحارة كلها عم بتقول شو بك ساوي عقيد هذا ابو عصام كسر بخاطره لتنكي الضبضب قلتي بشغلك ابو الحكم رجع الكول علمك ابو النار لما اجى على الحاره مو قلنا له اهلا وسهلا فيك وتفضل واسترجع والحاره حارتك ايه بس شغله أزانة الدخان عم يطالعوا عمانه ما عاد حدا يقدر يقعد بالقهوه من الدخان اللي عم يطالعوا اذا هيك حقك على راسي ابو حاتم لا اخي شغلته نكته بقى خلصنا ابو حاتم شغلته نكته زلمه مسكين فقير ومعتر بده يرجع يشتغل يرجع يشتغل اخي يترزق الله ولا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق شو هالشغله هي بس بلا شغله الدخان والشوي والفشش ولا رأيت والله خلق وريحه اي والله لمنين طرالي بهالموال الله وكيلك يا ابو عصام ما بعرف يا سيدي خلصنا سامحنا بس كمان في شغله يا ابو النار هات شو بتفهموا شو حاطط شو نضر شو نأذى بالبسطة بالأواتيل تبعه وعندي أنا بدفعها إيه لا أبو عصام في غيرك سبقك أبو ظافر رضاه وكرمه على الآخر أبو ظافر إيه أبو ظافر كرمه
شو علي اخي شو علي شو علي الله يكرمه. ما لي ما لي الحكيات بصيبي الله يكرمه مثل ما كرمه. ما لي شيء يلا ما لي شيء. انت اساله وخلي يحكي لك شو عمل معه ابو صافي. لك انت بدك تضل واصي وبقطع موصل. الله يسامحك انا ما قطع موصل. مو بس بقطع موصل ولا واصي كمان ولسانك معلي رباط. لك الجماعة حكوك بالذوق والاصول وانت ما كنت تفهم وكل الوقت بتحني ريحة الفشة تبعك ودخلتها. لك ابو ظافر بعدين اكرمك ولا ما اكرمك؟ ابو ظافر ما اكرمني بس جبر بخاطري. لا مو بس جبر بخاطرك واكرمك كمان وجاي لعندي لهون تلف وتدور وتلف هيك. الله يسامحك يا عقيد هلا انا شكيت لك مشان تاخذ لي حقي بتقوم تبهدلني. لك بدي بعتك وكسر راسك كمان. لك اذا بتحط هون بس تنيف قدام دكانتي وبتضطر ريحه تشوي المقادم والروس علي لا تطبشك فوق راسك. طيب الله وكيلك روح اسمعني من خلتي روح لما تفرجيني وشك. لا ما شو هاد لك محل ما بيحط اجوع الزلمه هذا بصير علي. الله يرضى عليك يا تنكي انا بدي اياك تضل بالحاره. شو بدي اشتغل بالحاره يا عم يا ظافر؟ الله لا يوفقه. شو بدي اشتغل؟ شو ماركا؟ انت شو كنت تشتغل من زمان؟ شو كنت عم اشتغل؟ كنت عم بيع معروف تمارك اكل الله بيقدرني عليه. يا سيدي ماشي رمضان على البواب كل سنه وانت سالم. وانت سالم يا عمي ابو ظافر. اي والله معناتها بتضل بالحاره وبتبيع معروف ويلي رباك الهوا يا ناعم تعمل شو ما بدك اللي بدك يا ساوي بس المهم تضل هون. مشان اقول لك شو عم بيصير؟ لا 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 تنكي لك مشان شو بدك يعني ضل بالحاره؟ لك عمي انا بدي اياك تلاوه رزق لانه بحاره ابو النار ما في شغل. اي والله يا عمي ابو ظافر عنا بالحاره ما في شغل بنوم ضل بيع تمارك كعك وراكل هوا يا ناعم ويا دوب طالع ليره وكل هذا ما بيطعمي خبز. خلاص انا بدي اياك تضل بالحاره واللي الله بيقدرني عليه بكرمك فيه المهم تضله. طيب انت عمي ابو ظافر بس قل لي ليش؟ يعني ما بخبي عليك تنكي لانه انكسر بخاطرك وانا ما قدرت اعمل لك شيء قدام اهل الحاره مشان هيك بدي اياك تضل بالحاره. كله من ابو عصام كله من ابو عصام. الله يهديه ويهدينا. شو صاير له هالزلمه ما بعرف شو صاير له ما بعرف. ايه الله يعين كل حي على بلوى. هو الله يعينه هو الله يعينه يا عمي ابو ظافر. ابو عصام انا بعرفه من تحت لتحت. اخ يا عمي ابو ظافر لك تعرف وين عم بيروح وين عم يجي. ذاك اليوم لحقته بس ما عرفت وين راح غاب عن نظري. ما عرفت اللي بالمحاره. أنا اللي بعمل عرفت. احكي لي تركي احكي لي. عزيز تعال شوف تعال. أمرني عمي أبو حاتم. ولك شبك أنت شبك ما تنادي على رزقك. شلون يعني عمي؟ شلون؟ انت شو عم تبيع حجار حمام وصابون غار؟ بدك تنادي صابون غار حجار حمام اللي بده اللي عاوز مشان اللي بده بده يسمعك بيجي لعندك بيشتري لعندك شباب. ايوه وانا عم اقول ليش الزباين ما عم تجي تشتري من عندي؟ لك كتر يلا. خيرك عمي كتر خيرك على الاستفاده. روح استرزق روح. يلا السلام عليكم. سمعني صوتك. السلام عليكم ابو شوقان. وعليكم السلام. لك اهلا وسهلا. شلونك؟ عليم بدك تزبط لي هالنقره. ايوه تكرم عينك. لك ابو شوكات قل لي معقوله هذا اللي اسمه عزيز عمي ابو حاتم عم يعلمه شغله؟ شلون يعني ما عم بفهم عليه؟ لك هلا شفت عمي ابو حاتم عم يعلمه شلون ينادي على رزقه. ايه شو فيها؟ لك مسكين بيكون اول مره عم يشتغل على البسطه وعمك ابو حاتم عم ياخذ ويعطي معه ما فيها شيء. ما بعرف يا ابو شوكات ما ارتحت له بنوب للي اسمه عزيز. صبحي ابوس ايدك ها لا تعمل لي فيها ابو جودات نحن من غير دفعه بنرقص شو بده يكون يعني؟ عويني مثلا؟ بركدن يعني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله هذا شكله شكل عوايني. ايه ما علينا المهم يا ابو شوكات بكرة بتشوف انه نظرتي ما بتخيب بنوب. طلع فيه يا طيف خير ان شاء الله ابو شوكات شوفي. ايه شو هالنظرة الدباحة ايه بالشق الصخر شا ايش ابو شوكات ايش ما تواخذنا عمي اذا جيناكم هيك وقت. اهلا وسهلا فيك صحيح أنا كنت رايح نام بس واجبك حاضر أهلا وسهلا. الأصل ما هنالك قلت يا حالي إن كنت أخرتوا علينا شوي بالرد فحبيت مر سلم عليك واشرب لي فنجان قهوة عندك إذا ما في مدايق يعني.
لا أعوذ بالله، شو في مضايا؟ أهلا وسهلا فيك أنت ما كان. أنت ما بدك بتجي لعنا على القهوة وبتشرب. يعني بس بالقهوة بتستقبلونا؟ ليش بالقهوة؟ هي أنت هون عندي بالبيت، أهلا وسهلا فيك. هذا هو أبحاتي وهذا اللي بنعرفه عنك، وشان هيك طلبنا القرب منك. ما قلت لي عمي؟ فكرتوا باللي قلنا لكم يا؟ ايه فكرت عمي، فكرت. شوف خال، الجواز اسمه ونصيب، وانت ما لك نصيب عنا. وليش بقى؟ ليش بقى؟ عم اقول لك ما لك نصيب عنا، ما عم تفهم علي؟ شرفت. قوي اللي بينقال له لا يا ابو حاتي، لكل اللي رفع السماء وبسط الأرض لدفعك الثمن غالي. ألين واوي، تعال اشرب لك كاسة شاي. تعال ليك هلا طلعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اقعدي خي واي كاسة. شو شايفك معنا بعضك خير؟ فهنا شيء هلا عمي أبو فارس، الفقير لازم ياخد من توبه. معلوم لك ابني لازم ياخد من توبه. وليش بقى؟ لا يدفع ما بياخد من توبه يا واوي، اي بيزمطر من البرد. بس كتير فقرة اخدوا زناقيل وعاشوا، وبعدين كلياتنا ولاد تسعة ولا صغرة عمي أبو فارس. مظبوط كلامك. ليك سعيد اللي اخد بنت ابو عصام يهدلو فقير معتر ودرويش، كل شهر بغير صنعته، بس الشهادة لله ازقرته أبضاي. ليش أنا شبني؟ عسلامتك والله، ما حدا بيجيب سيرتك إلا بالخير، بس اللي لشوف حاطط عينك عشي بنت واحد زنجيل بالحارة اطلبته وما عطاك يا. لا لا ما في هيك شي. لكن ليش عم تحكي عن حالك ها؟ أنا قصدي يعني إيش كان طلبت شي بنت من الحارة بيعطوني؟ بيعطوك لك ابني ليش؟ لحتى ما يعطوك لك أنت أصلي وقدع، وبعدين بإيدك صنعة مثل الذهب. يعني ما بيعيبني شي. بيعيبك يا واوي هو اللي بيكون عايب. يا أهل المرور والعزة والكرامة والطيبة والنخوة والشرف والشهامة، ننسى الأيام الصعبة وبالمحبة والدنيا بتضحك لما بنضحك بتزين أفراحنا.